أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بؤر ساخنة للجوع تهدد العالم، هذا حوصلة تقرير جديد للأمم المتحدة حول الجوع في العالم لأسباب متعددة سنتعرض إليها في حلقة اليوم من تكافل عبر قناة المغربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة عدتها بؤرا ساخنة للجوع في العالم، بينها 5 دول عربية. وحذر التقرير من احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول 20 خلال الشهور 3 المقبلة. حسب وكالة الإغاثة لم يتم تمويل سوى 18% من خطة الأمم المتحدة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في العالم عام 2022. التقرير التالي فيه المزيد. دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها بؤرة ساخنة للجوع في العالم، من بينها 5 دول عربية هي سوريا، السودان، اليمن، الصومال ولبنان. جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو. وحذر التقرير من احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول 20 خلال الأشهر 3 المقبلة. كما كشف أن 750,000 رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن، الصومال، أفغانستان، إثيوبيا وجنوب السودان. وأضاف التقرير أن إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان تظل في حالة التأهب القصوى، وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي. كما حذر برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الفاو في التقرير من أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي، مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحملها. وأدرج التقرير كلا من سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية، بنين وغينيا والرأس الأخضر وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة، وهي أنغولا، لبنان، مدغشقر وموزمبيق. للتعليق على هذا الموضوع معي من لندن دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور نهاد وشكرا لقبول المشاركة. وكذلك من بريطانيا رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية دكتور علي سيف. دكتور سيف مرحبا بك وشكرا كذلك للمشاركة معنا. من اسطنبول دكتور زكريا ملحفشي مدير مؤسسة السلام الإنسانية. مرحبا بك دكتور زكريا وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. دكتور نهاد أبدأ معك. التقرير هذا الأخير الذي رصد حالات ميدانية وحذر من أن 20 دولة مستهدفة بالجوع في العالم، وذكر مجموعة من هذه الدول قد يستعجلها الجوع فيصل خلال 3 أشهر. ماذا يعني هذا التقرير؟ وهل فعلا هو دق لناقوس الخطر؟ هل هي المرة الأولى التي نجد أنفسنا أمام هذا الجوع الذي يأتي بهذه السرعة؟ على السؤال تحياتي لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء
حول العالم. هذا ناقوس خطر، تحذير من الأمم المتحدة، وتعودنا على التحذيرات من مخاطر المجاعات. هناك تقارير تعود للتسعينات وبعضها 2012 و2009 و2018، كلها تحذر أن العالم معرض لنقص الغذاء. هناك مثلا تقرير 2012 يقول 165 مليون طفل حول العالم يعانوا من نقص الغذاء، 2017 هبط هذا الرقم إلى 151 مليون طفل، 2018 في سبتمبر جاءت تقارير تقول أن 821 مليون إنسان حول العالم، يعني واحد في كل 9 أشخاص مهددين بالجوع. وفي بين 1995 و1997 بلغ عدد المعرضين للجوع 825 مليون. والآن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يحذر أن عدد الذين سيعانوا من الجوع وقد يتعرضوا للهلاك سيرتفع 135 مليون إلى 276 مليون. الأسباب عديدة ولكن النتيجة هي واحدة، نقص في المواد الغذائية، ازدياد الفقر، ازدياد حالات المجاعة الحقيقية التي تهدد بالهلاك. ولكن نعرف أن تغير المناخ يلعب دورا، والقحط، ورأينا ذلك حتى في الثمانينات في إثيوبيا، ثم الحروب نراها حتى في نيجيريا أثناء الحرب بين بيافرا والحكومة المركزية بالسبعينات أدت إلى مجاعات ونزوح بشر. كذلك هناك أسباب أخرى، الصراعات القبلية، هناك الفساد. معظم الدول التي ذكرت في التقرير تعاني من شيء واحد مشترك وهو غياب الاستقرار والأمن، وكذلك انتشار الفساد وسوء الإدارة. ليس كلها بسبب المناخ، ولكن أيضا هناك دول لديها الموارد الطبيعية إذا استغلت استغلالا جيدا مثل السودان. نعم. ونحن أطفال في المدارس كنا نقرأ أن السودان ستكون سلة غذاء العالم العربي. وماذا حدث لذلك؟ الآن السودان تستجدي الهبات والمساعدات من دول العالم المختلفة. اليمن تعاني بسبب الحرب القائمة وليس لعدم وجود أراضي زراعية. كذلك هناك مشاكل في لبنان، غياب الاستقرار السياسي، مشاكل في دول مختلفة في العالم، لأننا أظهرت حرب أو أزمة أوكرانيا أن هناك غياب أو تهديد للأمن الغذائي، تهديد لأمن الطاقة، تهديد أيضا للأمن الجيوسياسي. نعم. لذلك الأسباب كثيرة ولكن النتيجة كارثية واحدة. طيب دكتور، أعود إليك بعد قليل. دكتور علي سيف، اليمن الآن صار مثال يؤخذ في كثير من المناسبات لعملية الجوع هذا وكيف يؤثر على الأطفال ناهيك عن الكبار. دعنا نتحدث عن أسباب ذلك، هل الحرب وحدها أم هناك أسباب أخرى فعلا تهدد اليمن بموجة جديدة من الجوع؟ الله يا أخي، الوضع في اليمن، الوضع الغذائي أصبح يعني كامل التعقيد. إذا حبيت لو قلنا في فبراير قبل ما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك نقص عام في القمح، وكان في ازدياد في الأسعار في ذاك الوقت، وكانت كثير من الدول من ضمنها اليمن تعاني من هذه الأسعار. الآن وقد بدأت الحرب الأوكرانية الروسية في مارس، وحتى الآن علما أن أوكرانيا وروسيا ينتجان 40% من القمح في العالم، أصبحت اليمن بالفعل مهددة، يعني تهديدا خطيرا. يعني الذي حاصل الآن أنه اليمن لديها من المشتريات أو المشتريات السابقة لديها مخزون حتى أغسطس. يعني واليمن تعاني ليس فقط من يعني
أزمة القمح، وإنما أيضا عدم وجود العملة الكافية بالدولار لاستيراد القمح. فقد حذر يعني أكبر شركة تجارية في اليمن اللي هي شركة هارس سعيد، نعم، حذرت أنه لا يعني لا يوجد يعني إذا حبيت مخزون استراتيجي مالي لدعم هكذا استيراد. وحتى يعني طلبت هي أو طالبت من دول الخليج والعالم بتوفير صندوق لدعم الاستيراد في اليمن، ويكون في يعني كريدت لمدة 60 يوم. أيضا الوضع في اليمن يا أخي اليوم أكثر من 100,000 طفل يموت سنويا في اليمن، واعتقد أنه كان لم يكن يعني التقرير الذي خرج قريبا عن موضوع أن هناك 150,000 يعانوا من المجاعة، أعتقد أن هذا التقرير كان شوية يعني مجحف بحق اليمن، لأنه في اليمن نفسها اليوم أنت عندك حوالي 6 مليون شخص يعانوا من المجاعة في اليمن، لا يستطيعوا أن يشتروا يعني غذائهم. وهذه الأزمة لعلها تزيد يعني مليون شخص إضافي ليكون 7 مليون شخص غير قادرين. الحقيقة هناك برنامج للأمم المتحدة لدعم اليمن، وهي تساهم في توفير الغذاء لأكثر من 10 مليون شخص، لكن هذا البرنامج نفسه الآن مهدد بسبب هذه الحرب. اليوم العالم كله يتساءل، كان المصدر الرئيسي لليمن كبديل، لأنه الهند كانت تمون اليمن بالقمح لأنه أسعارها رخيصة، يعني 100 دولار أقل من سعر السوق، فكان تجار اليمنية تجه لليمن. لكن اليوم الهند يعني لديها الأوبشن والخيار أنها توقف هكذا تصدير من بلادها، لأنه كثير من الدول تتضارب على هذه السلعة ومستعدة تعطي أسعار أفضل من السعر الذي يعطيها اليمن. لهذا حقيقة اليمن يواجه يعني تعقيد شامل كامل من ناحية الأمن الغذائي. اليمنيين يواجهوا مجاعة حقيقية. أنا أتوقع أنه دكتور سيف، ما مدى مساهمة الحرب القائمة هناك في تعميق أزمة الجوع في اليمن؟ لا شك أن كما ذكر الأخ زميلي الدكتور في لندن أنه يعني هناك عوامل كثيرة من ضمنها الفساد والحرب، واليمن يعني كلا العاملين يؤثران على ما يجري في اليمن. فقد كانت اليمن تعاني فسادا يعني في النظام السابق، وهذا أدى إلى أن المواطن اليمني لم يكن له يعني توفير مالي حتى يستطيع أن يتعامل مع الأزمات. فالحرب زادت هذا الوضع تعقيدا، فأصبح المواطن اليمني لا يستطيع أن يشتري غذاء. وتخيل يا أخي أنه لما نتكلم عن 7 مليون شخص يعني يأكلون وجبة واحدة يعني في اليوم بسبب الفقر الشديد، بسبب ما يعانيه المواطن اليمني. للأسف في الوقت الذي يعني اليمن محاط بدول من أغنى دول العالم يعني ويرمون من الطعام يعني ملايين الأطنان، ولكن يعني نحن نتمنى أن إذا تركت اليمن لحالها واعتمدت على نفسها تستطيع من مواردها أن طيب دكتور سيف ابقى معي رجاء، أنا أعود إليك بعد قليل. دكتور زكريا، من ضمن الدول التي قيل أنها مهددة سوريا ولبنان، برغم أن الظروف المناخية قد لا تكون قاسية بشكل ينعدم فيه الغذاء في سوريا، ربما على سبيل المثال سوريا فيها حرب، هل تفسير هذا الخطر الداهم على السوريين على سبيل المثال بسبب الحرب، هل هو تفسير كافي أم برأيك هناك أسباب أخرى؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك، أتكون شكرا ضيوف. الوضع الذي سوريا هو بسبب الحرب، 11 سنة من الحرب المستعرة الصعبة للغاية، وأكبر نسبة نزوح في العالم
منطقة غير مستقرة. بنفس الشيء يعني لبنان حتى في الجغرافيا إذا تنظر إلى سوريا ولبنان، لبنان كالجنين يعني في داخل سوريا، فلبنان أيضا متأثر وأيضا هو غير مستقر داخليا بسبب يعني الظروف والتداخلات السياسية الإقليمية الدولية داخل لبنان. فخلال 11 سنة من الحرب في سوريا أصبح الوضع سيء للغاية. الأراضي الجغرافية هي مقطعة، المناطق اللي هي زراعية يعني لها فيها وجود دولي، المناطق اللي فيها نفط فيها وجود دولي آخر، دول مجلس الأمن الخمسة موجودين في سوريا إضافة إلى دول أخرى. فنحن عم نحكي عن حالة صراع طويلة استنزفت بشكل كبير الواقع. طبعا تقرير بروكسل اللي كان الشهر الفائت فحكى عن أن نسبة ما دون خط الفقر في سوريا وصل إلى 90 إلى 95%. فطبعا هذا متقدم عن العامين الماضيين، فنحن عم نحكي عن أرقام كبيرة جدا. طبعا هناك الآن أزمة دولية اقتصادية، تضخم، ارتفاع أسعار المواد الغذائية. التقارير بتحكي عن أعلى مستوى لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو اللي عم نعيشه، وحتى يصبح هناك تعافي يعني نحن عم نحكي عن سنتين قادمات. الذروة ستكون يعني الأشهر القادمة، لكن نحكي عن تعافي بيحتاج سنتين. اليوم العالم يعيش صراعات كثيرة، ما يحصل في أوكرانيا وذكرته حضراتكم هو مهم للغاية. فنحن أنت بتحكي عن دولة فيها موارد للطاقة في المنطقة في آسيا خلينا نقول وأوروبا بشكل رئيسي تزود منطقة بالطاقة، عندك أيضا أوكرانيا التي حقيقة هي حتى علم أوكرانيا الأزرق والأصفر، الأصفر كناية عن القمح والأزرق السماء، فهي يعني أغلب الدول المنطقة تستورد يعني الطحين القمح من أوكرانيا. فهناك الآن نزاع ما بين الدولتين، دولة تصدر الطاقة ودولة تصدر أسلة غذائية ويعني حتى السيول النباتية وغيرها. فبنحكي على حروب مستعرة كبيرة في المنطقة، فهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أيضا هناك دول غير مستقرة، حروب يعني مستعرة ومشتعلة لا تتوقف، أو غير مستقرة سياسيا كما هو الحال في لبنان. لبنان ليس فيها حرب ولكن غير مستقرة سياسيا، لكن هناك فساد. الفساد قد يكون أحد عوامل الجوع. طبعا الفساد أحد عوامل رئيسية. إذا يعني الحرب، عدم الاستقرار السياسي، الفساد، الإشكالات والحروب العالمية. يعني هناك دول ليس فيها يعني الآن حروب لكنها متأثرة تأثر كبير. ما يجري يعني. طيب دكتور زكريا يبقى معي، أعود إليك بعد قليل لو سمحت. تشاركنا كذلك من تونس الكاتبة الصحفية المختصة في الاقتصاد سيدة جنات بن عبد الله من تونس. مرحبا بك سيدة جنات وشكرا لقبول الدعوة. تونس يقال أنها كذلك ما فيهاش جوع يعني بالشكل الذي نراه على سبيل المثال في بعض الدول العربية أخرى وأفريقية، ولكنها هي كذلك مهددة بذلك بالنظر للوضع الاقتصادي الصعب والصعب للغاية. وهناك حديث على أنه حتى الاتحاد الأوروبي ربما أخيرا قدم مبلغا ماليا لتونس كمساعدة من أجل شراء ما تستحق من غذاء وربما من قمح بالأساس، يعني على حافة ربما الدخول في هذه البوتقة برغم وجود إمكانيات وأراض تقدر تونس لو بشوية من الإرادة والتفكير والتخطيط يمكن حتى تصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي ربما من الحبوب وغيرها. لماذا تونس تصل إلى هذا المستوى في علاقة بالغذاء؟ حرب أوكرانيا فقط هي سبب أم هناك أسباب أخرى؟ نعم، شكرا على هذا السؤال يعني الذي يتطلب كيلومترات للإجابة عليه يعني، ولكن يعني نظرا لضيق المساحة الزمنية سأقتصر على بعض الأفكار، ولكن أعتقد أنه يمكن اختزال الإجابة في طبيعة السياسات المتبعة. يعني نحن بكل أسف نسبة التبعية تونس إلى الخارج في مجال الحبوب
عالية وعالية جدا، تصل إلى أكثر من 60%. يعني تونس تؤمن أكثر من 60% من حاجياتها من القمح الصلب من الخارج، وأكثر من 70% من القمح اللين من الخارج. وقد أشرت أنه لدينا من الإمكانيات ومن الأراضي والمساحات التي تخول لنا، وهذا حسب تأكيد التقارير الداخلية وتحاليل الباحثين يعني في المجال الفلاحي. نعم. تونس قادرة على تأمين ما يقارب 80% من أمنها الغذائي. ولكن السؤال يبقى مطروح، لماذا نحن اليوم مهددون ولماذا هذه النسبة العالية من التبعية؟ يعني حقيقة صحيح أنه الحرب الروسية الأوكرانية عرت عن حقيقة الوضعية عديد البلدان، وخاصة عرت وكشفت عن هشاشة المنظومة الفلاحية أو المنظومات الفلاحية. لماذا هذا الوضع؟ هذا الوضع سيد الكريم يعود إلى خيارات وسياسات تبنتها تونس وعديد الدول الأفريقية والدول النامية في سنوات يعني سبعينات وثمانينات القرن الماضي، خاصة الدول التي عاشت أزمة المديونية ودخل على الخط صندوق النقد الدولي من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على التحرير، تحرير المبادلات التجارية وتحرير الاقتصاد والقطاعات المنتجة. إذن هذا التحرير الذي يستند إلى أحكام اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة قبل سنة 1995 إلى اتفاقية الجات، وبعد 1995 يعتمد إلى اتفاقية الجات، وفي سنة 2000 لا. إلى اتفاقية الفلاحة. في هذه الاتفاقيات تفرض هذه الاتفاقيات عدم يعني تقديم الدول إلى أي دعم للقطاع الفلاحي بطريقة مباشرة تؤثر على حقيقة الأسعار. هذه السياسة، سياسة تحرير المبادلات التجارية، يعني دفعت الدولة إلى التخلي عن دعم القطاع الفلاحي، وهنا مربط الفرس. طيب سيدة سيدة جنات، نعم إذا فهمتك جيد، يعني ممكن، هل ممكن القول إذن بهذا المعنى أنه سياسة التبعية التي تتحدثين عنها والتي هي سبب رئيس في عدم وجود الأمن الغذائي في تونس على سبيل المثال وباقي ربما حتى الدول العربية، نعم. يعني التبعية كأنها ليست خيارا للدولة، كأنها سياسة مفروضة على السلطة السياسية اتباعها في مقابل ربما أشياء أخرى أو مساعدات، نعم. أخرى. نعم، بكل أسف نحن نعيش نتائج هذه السياسات، وكما لاحظت يعني أنا لم أشاهد أن هناك أي دولة تحركت ودعت إلى إعادة النظر ومراجعة الالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية للتجارة والتحرر من برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي فرض عليها عدم تقديم الدعم اللازم إلى القطاع الفلاحي. سيد الكريم، القطاع الفلاحي من القطاعات التي لا تستطيع العيش والانتعاش في غياب مساعدة ودعم الدولة. السياسة الفلاحية المشتركة في الاتحاد الأوروبي يعني هي من أقوى يعني السياسات التي تقوم على دعم الفلاح، واليوم قوة أوروبا في قطاعها الفلاح الذي يقدم دعما مباشرا إلى الفلاح. تعلمون أن في هذه السياسة الأوروبية المشتركة الفلاحية هناك إعانة مباشرة، يعني نعم. يعني هذه الميزانية تقدم دخل شهري مضمون للفلاح. هذا الدخل لا علاقة له بما ينتج وبالكمية التي ينتجها، إذن هي يعني دعم لضمان استقرار وضمان استمرارية الفلاح في مزرعته. في الدول
النامية والدول التي التزمت تجاه صندوق النقد الدولي وتجاه المنظمة العالمية للتجارة بالتحرير منع عليها في ضمن يعني التزامات تقديم الدعم، ما جعل القطاع الفلاحي يعيش حالة من الضياع. وبالتالي اليوم نحن نعيش نتيجة هذه يعني الخيارات والسياسات. سيدة جنات، الخروج من الأزمة، أزمة الغذاء هذه لا يمكن يمكن تحقيقها إلا إذا ما تعالت أصوات الدول النامية بمراجعة والقطع مع هذه السياسات. سيدة جنات خليني أبقي معي رجاء، سأعود إليك بعد ذلك لأنه مهم الحديث في على الأقل أفكار حول الحلول الممكنة والتي يمكن بسهولة، لأنه لما تسمع بعض الاقتصاديين والخبراء يقولوا أن هناك مشاكل في الغذاء في الدول العربية يمكن حلها في ظرف سنة أو سنتين فقط، تتوفر الإرادة الحقيقية والإرادة الصادقة وممكن تجاوز الكثير حتى في وقت قصير وقياسي. لكن أعود لهذا السؤال بعد قليل. دكتور نهاد إسماعيل، إذن حسب ما ذكرت السيدة جنات وتقارير كثيرة أنه التبعية هذه هي أهم العوائق في تحرر الغذاء وتحرر الشعوب في البحث عن غذائها بنفسها، هل يمكن القول أن دولنا العربية على سبيل المثال لم تبني اقتصادها على أسس صحيحة، يعني اقتصاد مبني على أسس هشة عند أول رجة أول أزمة ينهار هذا البناء وتجد الدول تسارع لدول أخرى تطلب المساعدة؟ نعم نعم، الدول العربية لا تقدم الدعم الكافي لقطاع الزراعة وللمزارعين. إذا قلت لك أن فاتورة استيراد الغذاء العربية قبل عامين وصلت إلى 100 مليار دولار، هذه المبالغ لو جزء منها تم تخصيصه لرفع مستوى الزراعة ودعم المزارع وتوفير الأسمدة والتقنية لزيادة الإنتاج ربما لم نعاني ما نعانيه الآن. مثلا خذ مصر، المفروض أن لديها أراضي خصبة في الدلتا تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الغذائية الأخرى، ولكنها تستورد كميات هائلة من القمح والآن لديها ربما مخزونات تكفي لعدة شهور. والمواطن المصري الآن يعاني من أسعار باهظة، وهناك دعم حكومي لحوالي 70 مليون مواطن دعم أسعار الخبز. لذلك وتمت ظهرت تقارير مؤخرا من الأنكتاد وهي منظمة التنمية والتجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة أننا قد نرى اضطرابات اجتماعية وسياسية ومظاهرات في بعض البلدان نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية، ولكن الأسعار ليست هي السبب الوحيد. منذ 2015 تم التحذير أن ظاهرة الفقر والجوع تتزايد ولا يمكن الوصول إلى حالة صفر من الجوع أو المجاعة إلا إذا كان هناك ما يسمى تنمية اقتصادية مستدامة حتى عام 2030. الآن الاضطرابات في العالم الجيوسياسية تعيق ذلك، وكذلك اضطرابات وباء الكورونا الذي دمر البنية التحتية لسلاسل التوريد واللوجستيات والشحن وكذلك إيصال البضاعة. والآن مع الحرب في أوكرانيا نقرأ أن هناك 20 مليون طن من القمح موجودة في موانئ أوكرانية جاهزة للشحن والإرسال إلى الدول المستوردة لا بسبب الحرب، فهي محاصرة لا تستطيع أن تذهب. هناك محادثات خلف الكواليس لحل هذه المشكلة، لكن يبقى العالم جائعا حتى ننتهي من حالة الحروب. انتهينا من حالة كورونا الآن نتعافى، لكن علينا حل مسألة التوريد وإيصال الغذاء.
لا يوجد غذاء كافي لتلبية حاجة العالم، ولكن لا تصل لمن يستحقها. ومسألة المال والاقتصاد، هناك البنك الدولي قدم 36 مليار دولار للمساعدة لمساعدة الدول في الحصول على الغذاء، لكن الغذاء لا يصل لأسباب أخرى لوجستية وليست. ولكن دكتور نهاد، السؤال يعني المثل الصيني يقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. يعني نعم. إذا كان هذه الدول العربية ستبقى على صندوق النقد أو على الاتحاد الأوروبي أو على من يدفع ومن يساهم، هذه دول ومؤسسات ليست جمعيات خيرية، كل مساعدة مقابلها شيء يعني، وخاصة عملية فقدان استقلالية القرار الداخلي. يعني هناك بعض التقارير تتحدث على أن الدول العربية مثل مصر على سبيل المثال ممنوع عليها أن تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح ومن الحبوب، لابد أن تبقى تابعة للولايات المتحدة كأمريكية وغيرها. حتى قيل في لما كان الرئيس محمد مرسي رحمه الله رئيسا وتحدث مرة في جموع أن مصر ستسعى إلى تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح، قيل أنه كانت وقتها ناقوس خطر يدق في بعض عواصم العالم، أنه هذا الفكر نحن لا نريده. وبالتالي ما مدى أهمية أن تستغل الدول يعني الأنظمة العربية على مسألة فك الارتباط مع دول العالم وتحقيق اكتفائها الذاتي، ولو تطلب ذلك سنة أو سنتين أو ثلاثة من الجوع ومن التعب ومن العسر، لكن في النهاية وقد حصل هذا في بعض الدول في العالم، أمريكا اللاتينية وفي آسيا وغيرها. لماذا ترضى أنظمتنا دكتور بسياسة التبعية التي توفر الشيء السهل واليسير ولكنه مشروط بحياة هذه الشعوب ومستقبل هذه الشعوب؟ نعم، هذا التحليل يلامس حدود المؤامرة، أن يجب أن تبقى مصر فقيرة ومعتمدة على الغرب أو على دول أخرى، ويجب أن تبقى أفريقيا فقيرة. لا، أنا أعتقد أن هناك محاولات دولية خاصة من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل الفاو، وهي منظمة الأغذية والزراعة، تحذر دائما من نقص الغذاء في دول مختلفة وتحث على مساعدة تلك الدول لكي ترفع إنتاجها، ولكن هناك لا يوجد أحيانا إرادة سياسية من قبل قادة تلك الدول أن يتحركوا وينشطوا القطاع الزراعي، يتقاعسون، يعتمدون على المساعدات الخارجية أو على صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات اقتصادية أحيانا تفشل أحيانا لا تتم. يعني دكتور مثال فقط، بعض دول شمال أفريقيا مثل الجزائر على سبيل المثال أو حتى المغرب، مغاربة اقتصاديين يعني يقولون أن المغرب على سبيل المثال ممنوع أن ينتج ما يستهلك، ينتج ما يصدر ويستورد ما يستهلك، ولابد أن تستمر هذه السياسة. فهي المسألة ليست بالإرادة السياسية بقدر ما هي كذلك شيء مفروض من الخارج وتقبل به طبعا الأنظمة عنا. هنا أيضا نتحدث عن ألاعيب دبلوماسية وسياسية للتحكم بالدول. هذا العصر انتهى منذ نهاية الاستعمار. كل دولة تستطيع أن تسن تشريعاتها وقوانينها وأن تضع مخططات للمستقبل، لكن في الواقع أن بعض الدول بسبب الفساد والمصالح المتضاربة هناك تقاعس في إنجاز المشاريع الإصلاحية وفشل، ولكن لا أضع كل اللوم على الغرب وعلى الاستعمار وعلى المؤامرات. يعني هناك فشل داخلي في الدول العربية. أكيد ذاتها. طيب خلينا نأخذ رأي الدكتور علي سيف. إذن هناك عدم إرادة حقيقية في دولنا العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء. أنظمتنا تفضل التبعية على أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لعل هذاك ربما
يدخل لها أموالا إضافية لذاتها على حساب شعوبها، قد يقول البعض يعني. أخي الكريم، طبعا هناك الكثير من المسائل التي أثيرت في هذا البرنامج حتى الآن في موضوع الفساد، ويعني علاقة هذا الفساد بما يجري من إنتاج زراعي وغيره. أخي الكريم، دعنا أنبه إلى موضوع مهم جدا والذي لعلنا لم نخوض فيه، وهو الأهم، العامل الأهم، وهو ما يسمى بالإنتاج باستخدام economies of scale. هناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا قريبا تستخدم تكنولوجيا عالية التقنية، بحيث أنه البرودكشن والإنتاج يكون منافس جدا. فمثلا اليمن كانت قبل 50 أو 60 عام كانت تكتفي بزراعة القمح، وكانت تصدر للسعودية القمح. اليوم هي لا تكتفي بسبب أنه ما الذي حصل؟ دعنا أخي، وهذا أرجوك تعطينا فرصة عشان أنبه للموضوع هذا. الذي حصل أنه في الثمانينات شركات كبيرة مالتي ناشونال كومبانيز كانت يعني تحاول أن تسوق وتذهب إلى الدول العربية وتسوق لها أنها تريد مساعدتها في الإنتاج الزراعي، لكن للأسف كانت ضمن استراتيجية يعني في هذه الدول أنها تدرس الزراعات والبذور والأشياء حتى يعني تقوم بخطتها التي هي الزراعة. لكن دعنا من هذا جانبا، لأنه إذا دخلنا في هذا وجانب المؤامرة الزراعية يعني فلندع هذا جانبا، وإنما هم اعتمدوا على التكنولوجيا حاجتين مهمتين، سببين رئيسيين مهمين الذين مكنوا الغرب، أمريكا، روسيا وذاك وبعض الدول الأوروبية في الاكتفاء الذاتي والتصدير. أولا التكنولوجيا هاي تك، الميكنة الزراعية والأشياء هذه. ثانيا هم كانوا يتبعوا أسلوب أيها المزارع ازرع ما شئت أنا سأعطيك المال، يعني سواء كان فائض أو ذاك. هم كانوا يضمنوا للمزارعين وحتى الآن يضمنوا لهم مبلغ معين على إنتاجهم، ولهذا فاض الإنتاج عندهم إلى درجة تخيل يا أخي، في بعض الحالات كانوا ولا زالوا يرمون بعض القمح إلى البحر يعني للأسف الشديد. فهذين العاملين إن اتبعتهم الدول العربية، وهما استخدام التكنولوجيا العالية التقنية العالية للزراعة، وأيضا توفيرها للمزارع، وإعطاء المزارع ضمان أنه أيها المزارع انتج ما شئت سوف نعطيك هذه القيمة. يعني هناك ينبغي أن يكون هناك تحفيز من الدولة، من الحكومة، أنها تشتري هذا القمح. للأسف لم يحصل هذا، وتجد الآن في اليمن مثلا كمثال اتجهت الزراعة نحو القات وغيره، لأنه فيه ربح، ولأن الدولة لا تقول للمزارع انتج سنعطيك، وهكذا الحال في الدول العربية كلها. أنا أعتقد أنه لابد من عمل استراتيجية حتى هذه الأزمة اللي حصلت في يعني الحرب الأوكرانية الروسية، دقت نقطة الخطر للدول العربية أنها تجتمع وتعمل استراتيجية موحدة تمكن المزارع العربي وتعطيه يعني قيمة ما ينتجه من القمح. وأنا متأكد أن هذه الاستراتيجية ستنجح وسيكون في زراعة يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور علي سيف، رئيس المرصد اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية، كنت معي من بريطانيا. شكرا لكل ما قدمته. دكتور زكريا، فيما يتعلق بعملية عدم الرغبة الحقيقية في الاكتفاء الذاتي، تحقيق الاكتفاء الذاتي برغم إمكانية ذلك أو وجود ذلك، لو كانت هناك الإرادة السياسية، يعني الإمكانيات موجودة لكن الإرادة السياسية غير موجودة. الدكتور نهاد أشار إلى أنه نحن نتحمل مسؤولية الجوع ومشكلة التغذية بدرجة أولى قبل أن نضع الأسباب على الآخرين. هنا سؤال له علاقة بالسياسة دكتور، لأنه السياسة والاقتصاد مش منفصلين الآن. هل يطرح مرة أخرى فعلا سوء أو عدم الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي مشكلة شرعية الحاكم الذي يحكم في بلدان العربية ويعرف أنه ليس شرعيا
وبالتالي قوته لا يستمدها من شعبه من بلده، يستمدها من الخارج، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يلوي عصا الطاعة في يد الخارج، فيواصل في سياسة النقد الدولي، يواصل في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة أوروبا، المهم أنهم يساعدوه ويضمنوا له البقاء. هل ترى أن هناك حقيقة رابط بين الحاكم غير الشرعي الذي يصل إلى سدة الحكم في بلادنا مع عدم الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية في بعض الدول خاصة العربية؟ نعم، أريد أن أقول شيئا بداية. سواء كان الحاكم يعني هو شرعيا وجاء بشكل ديمقراطي وصحيح، في الحكم تؤخذ يعني الدنيا غلبة، يعني لا 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 أحد ينتظر أن يمنحه الآخرون أو يعاونه على يعني أن يزدهر ويستقل ويعني تصبح أحواله جيدة. لا، يعني في السياسة هذه الأشياء هي التي يعني كما يقول بعض مثلا يعني لم تعطى تلك الدولة فرصة وكذا. لا، أنا لست مع هذا الطرح. أنا أرى أن الدول القوية، الحاكم القوي، ولا سيما إذا جاء بقرار شعبي ولديه يعني إرادة قوية وإدارة جيدة، فممكن أن يتغلب على كثير من العقبات. وهذا يعني وجدناه في كثير من الدول، سواء بعض الدول العربية أو الإسلامية أو حتى في دول العالم، فتجد أن بعض الدول كانت تعاني من فقر، تخلف، من إجراءات، فقفزت قفزات كبيرة جدا، في حين أن بعض الدول الأخرى سواء كانت فيها ديمقراطية أو لا، لكن ليس فيها حوكمة رشيدة والإدارة فيها ضعيفة والحاكم فيها يعني مرتهن لجهة أو أخرى، سواء أتى بطريقة ديمقراطية أو لا. طبعا الطريقة الديمقراطية أقوى وتعطي حتى حالة من التلاحم بين الشعب الذي اختار الحاكم والحاكم، وليس في الصورة التي نعاني منها. ويعني أنا من سوريا وتعلمون يعني 11 سنة فقط هو يريد أن يقف بوجه إرادة شعبه في التغيير، وقام بمعركة طويلة عريضة اليوم مدة عقد من الزمن، يعني من عمر الناس كانت في معركة ضارية للغاية، فقط أنه أراد أن يواجه تلك الإرادة. فهذا الموضوع أكيد هذا موضوع مهم. لهيك بتشوف الدول يعني الغير دول غالبا متعثرة التي أيضا الحاكم الذي ليس لديه إرادة قوية، ليس لديه إدارة جيدة، فنرى هناك تعثر كبير وارتطام بجدر كثيرة. كثير من الدول أصبح عندها اكتفاء ذاتي وأصبحت تتقدم اقتصاديا وتصبح في مصاف الدول المتقدمة. لا نريد أن نذكر ونعد الكثير، يعني تركيا نموذج، ماليزيا ودول كثيرة. وحتى نعم. فهذا الموضوع مهم أكيد، لأنه الموضوع السياسي والاقتصادي مترابط، فعندما يكون هناك نجاحا سياسيا واستقرارا فستجد أن هناك فرصة لأنك تستقر وتنجح اقتصاديا. أكيد يعني أكيد دكتور زكريا، الفاشل سياسيا لا يمكن أن يكون ناجحا اقتصاديا في العموم، طبعا الاستثناءات دائما موجودة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا ملحفجي، المدير مؤسسة السلام الإنساني، كنت معي من اسطنبول. أختم معك سيدة جنات فيما يتعلق يعني هل عندنا إمكانيات نحن في العالم العربي في شمال أفريقيا على سبيل المثال في تحقيق يعني على الأقل الاكتفاء الذاتي فعلا، وما هي وسائل ذلك؟ هل يمكن القول على سبيل المثال أن التعاون المغاربي قد يكون أحد أهم هذه الوسائل؟ نعم، دعني في البداية أقول أنني أختلف تماما مع ضيفاك، مش الأخير يعني ما قبل، يعني أختلف تماما. والقول أن ما طرحته أنت في سؤالك يلامس دائرة المؤامرة، أقول أنه نحن لسنا لا نعيش اليوم يعني تحت وطأة المؤامرة ولكن تحت وطأة الهيمنة وصراع النفوذ. اليوم المفاوضات الجارية في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف المنظمة العالمية للتجارة في مستوى الاتفاقية الفلاحة معطلة ومتعثرة بسبب الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول
النامية والمجموعة الأفريقية بسبب يعني إصرار الدول المتقدمة على رفع كل الحدود، رفع كل القيود الجمركية وغير الجمركية أمام المبادرات التجارية في المجال يعني الفلاحي، ودعوة الدول النامية إلى رفع جميع هذه الحواجز. إذن الصراع قائم، ولا نقول مؤامرة، ولكن النظام العالمي، النظام الاقتصادي العالمي بكل أسف، الدول النامية والدول العربية هي دول يعني لم تساهم في صياغة اتفاقيات وقوانين اللعبة في إطار النظام الاقتصادي العالمي، وبالتالي نبقى نحن تحت وطأة يعني هيمنة رأس المال العالمي والشركة العالمية والقوى العظمى التي تسطر وتسيغ وتصمم الاتفاقيات على مقاس مصالحها. والقول اليوم، وسأجيب بالنسبة لاتحاد المغرب العربي والقول لضيفك يعني السابق، يقول أنه علينا أن نضع يعني استراتيجية عربية. أنا أسأل، ما الذي حال دون وضع هذه الاستراتيجية منذ العقود السابقة، سبعينات ثمانينات تسعينات القرن الماضي؟ أين كان الحكام وأين كانت الشعوب؟ إذن وما الذي تغير اليوم حتى نفكر في هذه الاستراتيجية؟ جامعة الدول العربية موجودة، السوق العربية المشتركة موجودة، الاتفاقيات والقوانين موجودة، ولكن ما الذي حال دون ذلك؟ نفس الشيء سؤال أطرحه في مستوى يعني الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة باتحاد المغرب العربي، ما الذي حال دون تحقيق هذا التكامل الاقتصادي على الأقل في المجال الزراعي والفلاحي؟ نعم. إذن نحن اليوم مكبلون ومقيدون باتفاقيات وأحكام اتفاقيات صممها الغرب وصممها رأس المال العالمي على مقاسه، وهي على حساب نعم. مصالحنا واكتفائنا وسيادتنا الوطنية. اليوم أقول أن هذه الحرب وهذه الأزمة الغذائية العالمية إذا لم تساهم في رفع الغشاوة على حكام دولنا وبلداننا وعلى شعوبنا أيضا نعم. يعني رفع الغشاوة واستهداف الأسباب الحقيقية التي حالت يعني دون تحقيق هذه الشعوب لاكتفائها الذاتي والحال، أنها تزخر بالإمكانيات البشرية والطبيعية لتحقيق ذلك. إذن سيد الكريم، ما يطرح اليوم هو تحويل وجهة، واليوم سيد جنات يبدو انقطع الاتصال بها في آخر الحصة مع اكتمال دقائق هذه الحصة. موضوع مهم فعلا يستحق الطرح وإعادة الطرح من جديد. ما تقوله الأمم المتحدة هو فقط البارز من جبل الجليد كما يقال. في الأسفل هناك أسباب كثيرة، ويبدو كذلك من خلال ما يقول الدكتور نهاد إسماعيل وتقول السيدة جنات بن عبد الله أنه فيها حتى المختصين فيه شوية خلاف في تشخيص الأمر، ويحتاج إلى ربما زيادة نقاش من أجل أكيد نقاط الاتفاق كثيرة جدا، ولكن حتى نقاط الاختلاف هي كذلك موجودة، وهذا قد يعتمد عليها طبعا الأنظمة التي لا تريد أن تحقق هذا الاكتفاء الذاتي، في أنه حتى الخبراء مختلفين، فما بالك بنحن رجال السياسة. لكن هناك حد أدنى أكيد أنه جميع الخبراء متفقون فيه، وهو أن هناك إمكانية لهذه الدول العربية أنها تحقق اكتفاءها الذاتي الغذائي، إذا مش 100% على الأقل 60-70-80% هذا متوفر. وممكن دكتور نهاد أشار إلى أنه كنا دائما نسمع أنه السودان سيكون سلة غذاء العالم العربي كله، مش السودان فقط. الآن السودان على قائمة الدول المهددة بالجوع، أكيد ليس بسبب الأرض في السودان، كل الإمكانيات موجودة، الخيارات والسياسات وعدم الإرادة السياسية والاشتغال بخلافات أخرى سياسية يبعدها عن تحقيق هذا الاكتفاء. موضوع كما أشار ضيوفنا مهم، نعود إليه إن شاء الله في مرة أخرى. لم يبقى للمشاهد الكرام إلا أن نشكر طبعا الدكتور نهاد إسماعيل خبير اقتصادي معي من لندن، وكذلك كان معنا الدكتور زكريا ملحفجي، دكتور علي سيف، والأستاذة جنات بن عبد الله. وأشكركم أنتم مشاهد الكرام على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد في لقاءات أخرى. السلام عليكم.